بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أبد الآباد بحق رب العباد. نرجع لآية 10، قل ربي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، أي نزل وأحاط وضرب ولم يبق أحدا من الظالمين، فحاق بالذين سخروا منهم ceux qui sont les railleurs des prophètes et des messagers d'Allah, ils ont été maudits, ils ont été, comment dirais-je, exclus de la vie terrestre par une calamité, par un malheur, une malédiction divine. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بيان سور ايت روزي كي سكروا اروزي انا انت بالك سخرت، لكن النبي كي جا قالك تفيق، وقع مع الانبياء كي بيهلك الظلام من اقوامهم يخاطبوهم على جيناكم انصلحوا وانتم كذبتمون أسأتم اللقاء معي، فربي رجع لكم بعض مما اقترفتموه من إساءة لنا كرسل كرام عليهم الصلاة والسلام. تعرفوا احنا الرسول كما تقول دبلومات، كما تقول سفير، جاء لقصد مصلحة بين الظفرين، لكن حين من المعروف بين الطرفين تصيق مش بالضرورة يكتب، قال لي الرسول ما لا يذنب مش تقتل، هو جاء مكلف بمهمة يوصلك المهمة وبعد أنت عندي عليك حق، عندك الرد ترد، لكن لا تؤديه لا في سمعتي ولا في كرامتي ولا في حياتي. نعود إن شاء الله تعالى.